هذه المنطقة تحتاج إلى تخشيط وصب، لأن هذه المنطقة تعبانة، كلش تعبانة. عندنا فرعنا تعبان، وهذا الفرع الرئيسي تعبان، وفرع المسجد متل عبادة تعبان هلكان. يعني منطقة منخولة نخل، ورحنا على البلدية وقدمنا طلبات ووعدونا خير، بس ما جوا الناس، ما جوا يعني ما وفوا بوعودهم يعني. ونطلب من المحافظ الكريم أنه يجي يشوف حالنا ووضعيتنا بهذه المنطقة. منطقة تعبانة، الماي مخاضة جوا النفقينا، هذا الفرع من بدايته لنهايته تعبان. واحنا نطلب منهم، نرجوهم رجاء اخوي، انه يعملون لنا هذه المنطقه افرعها وعوجاتها، وناس تعبانين كذلك، كذلك ناس بحاجه للمال والطعام والشراب. نحن منطقه منكوبه، منطقه الشيخ فتحي منطقه مظلومه، كلش مظلومه. وبارك الله بكم، نشكركم شكر الجزيل ان شاء الله. الموصلية سباقة للخير وفعل الخيرات. ولي أبو هذا الفرع كله تدحق الماء يسع جوا عيفوت، ما يطلع يمشي دحق عليه يشتاق اليابسة، ما يصير يا ابني. يعملوا لنا الفرع من يمت ان احنا قدمنا، وعلى اساس يعني دي يعملوا ما عملونه. وثاني شيء يعملوا لنا النفق، نروح نجي منه ما واقع، بس اشنو بينه انقاض يحتاج بس تنظيف. يصيبكم اجر مثل انا ما كبيره ما تقدر تطلع الدقائق، والمحجه العالي ما تقدر تعبره. والله اخويا محتاجين دعاء على التخفيفات كلها بالشارع، النفق دعك عليه قلب النفس، اسعاين جوا تفوت، عاد ساقه كلها دايس، المناطق كلها دايسه، المويه كلها جوا البيوت عاد تفوت يا اخويا. هاي 20 مره وعندنا كتاب على البلديه رحنا اشتكينا، وما حد كل شيء لا حد لبانا طلب ولا حد ابد ولا اصلا. يا اخي يجوني يفلشوها، يرجعون يبلطون حالها على المناطق اللي فلشوها زع باب جديد وقبله بالمشاهده، هم يفلشون يسووها السواقي كلها رايحه، اثر القصف وما قصف. دمرنا هذه كل البيوت كلها مالها داست وكلها راح تقع.